هلو، اتمنى لكم يوم جميل. عاوز اعمل توتي باج من بنطلون يكون قديم، ما عنديش امكانيه ان انا اشتري قماش من جديد. بنطلون مقطع زي ما انتم شايفين من تحت وكمان من القمر، ويلا بينا نقصه ونعرف ازاي سيستم المقاسات على حسب حجم البنطلون الموجود عندنا. اول حاجه هبتدي اعملها انه هعمل البنطلون بتاعي بالمنظر ده عشان افهم ازاي اقصه. تمام، طبعا البنطلون بتاعي انا مش عايزة التحديدة دي فيه، وممكن ان انا اخليها على حسب انا عاوزة ايه، وعاوزة ابرز الشنطة بتاعتي تكون باين فيها الجزء ده وان هي من بنطلون جينز او لا. طبعا انا مش عايزة ابرز فيها ان هي ستي من بنطلون جينز، وعايزاها كأنها قماشة كده معمولة مخصوص. فكل انا هعمله ان هروح امسك بالمقص بتاعي افتح البنطلون من الجوانب دي. طبعا المرة الجاية هنقص البنطلون وهنجمعه كل حاجة، ولكن المرة الجاية هوريكم ازاي تاخدوه من قماش لوحده. اللي انا هعمله حاليا ان انا بس هقص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده وخلاص، مفيش اي حاجة تاني. طبعا على طول بدون فصلان كده هروح اكمل على الجزء اللي باقي. كده عرفنا اول حاجه نعملها ان احنا نعمل قطعه قماش سليمه كده ما فيهاش اي تفاصيل. دلوقتي كل اللي انا هعمله ان انا هقص القماشه بتاعتي دي بشكل مربع او مستطيل للمقاس اللي انا عاوزاه. طبعا انا مش هقيس معاكم اي حاجه خالص، بالعكس انا هعلمها لكم كده بطريقه بسيطه على اساس ان البنطلون بتاعكم على حسب المقاس اللي انتوا هتاخدوه. لو هتستخدموا بنطلون حريمي فطبعا بيكون شويه ضيق من الرجل، فابعدوا عن الرجل من تحت، او ياريت يعني تستخدموا من بناطيل اللي هي مقاساتها ضخمة، او بنطلون رجالي. طبعا هسيب حوالي 10 لـ20 سنتي، ده هيكون القاعدة بتاعت الشنطة بتاعتي. من بعدها هقص من هنا كده اوكي بالعرض، طبعا القطعتين مع بعض، فهظبط كده على قد ما اقدر بالشكل ده، وهروح قصة بالشكل ده كده. طبعا لو ايدك مش ثابته الطبشور بتاع الملابس ومسطره طويله، وابتدي ان انت خططي الاول وبعدين قصي. ولكن طبعا هي لسه مش فارقه معايا لسبب، شايفين المنظر عامل ازاي. طبعا البنطلون بيكون فيه بعض الحردات، فلازم الاول اوازي الاطراف من هنا واوازي الاطراف من هنا بحيث ان الشكل يكون معايا منظم. كده انا عملت اول حاجه في التوتي باج بتاعتي. هنيجي بقى لمساله تانية اللي هي القمر. تمام، وانا عايزه للتوتي باج بتاعتي جيب كبير وضخم، فعلى طول طبعا دي تصلح كمان يعني معاها كمان توتي باج تانية، ولكن مش مشكله. انا هروح من هنا كده وافتح النسيج، شايفين بالشكل ده. وهقص بعد ما نخلص هنوازي كل دول وهتشوفهم دلوقتي مشى بشكل نظيف. دي كده الجيب. بعدين هبتدي اعمل القمر بتاع البنطلون، هعمله هو اكتاف الشنطة. دلوقتي مرحلة ان انا اوازي كل المستطيل يكون منظم كده وشكله مقبول، فتنيت القطعتين فوق بعض وهبتدي ان انا اقص الزوايا الزايدة. وطبعا برضو مش هقص بشكل اوفر قوي، لا هخليني اقصاهم بشكل مقبول على اساس انه لو حصل برضو ايدي ما زبطتش في القص يبقى اثناء الخياطة هتتظبط معي. المستطيل بتاعي نوعا ما مقبول، هبتدي ان انا اقلبهم ظهر لظهر واخيط القماش تبعي. كل اللي انا هعمله ان انا هخيط الجوانب والقاعدة والجانب التاني، وبعدين نبتدي نروح للمرحلة الجاية وهي تثبيت الجيب. وقبل ما اثبت على الجيب هبتدي انقش عليه رسمة، الرسمة في الغالب هتكون تطريز. كده اكون قصيت معاكم توتي باج من بواقي بنطلون. انتظروني المرة الجاية هقص معاكم نفس التوتي باج ولكن من قماش كده بدون اي حاجة، قماش شرياه. هتشوفوا ساعتها القص برضو بمقاسات مختلفة خالص عن البنطلون. ولكن الناس اللي ما عندهمش إمكانية شراء قماش، عندكم بنطلون قديم أكيد فيه أو جيبة قديمة، تقدروا تقصوا
القطعة بالشكل اللي انتوا شفتوه معايا، وبرضو تشتغلوا معايا توتي باج أنيقة، وكمان استخدموها وتدوا للحاجة القديمة عمر جديد. ترى زي ما انتوا شايفين انا عملت القطعتين شريحتين القماش زي ما انتوا شفتوا كده، رجلين البنطلون، بعد كده جمعتهم من الثلاث جهات. وفي الاساس يعني من المفروض انه طالما طرف البنطلون منظم وشكله شيك زي ما انتوا شايفين كده، فما فيش داعي ابدا ان انا اقعد اتني واعمل سيرف من جديد. هو السيرف الموجود سلفا افضل بكتير. جمعت الثلاث جوانب، وقبل كده في بداية الفيديو قلت لكم انه التوتي باج هي كيس الخيش في الحقيقة، فهي فعليا هي عبارة عن كيس حاليا، مفيش اي حاجة ولا شكل فيها. دلوقتي هنبتدي نعمل لها الجوانب. عايزاكم الاول تشوفوا شكلها كده من جوه، هي مفيش اي حاجة فيها، اهو قطعة كيسة بسيطة جدا. دلوقتي بقى نبتدي نعمل لها المنظر والجوانب والحاجات اللي انتوا بتشوفوها دي. وطبعا التوتي باج ليها اشكال كتيرة جدا، ده شكل منها. ان شاء الله الثلاث اقمشة اللي انتوا شفتوهم معايا كل واحدة هتكون بمنظر، ولكن السودة هعملها زي دي بالظبط على اساس ان انا ابتدي يعني اعرف برضو الباقيين ازاي يقصوا قماش. مربع بسيط اهو بورق عادي قطعته 6 في 6، وهبتدي كده اهو من هنا شايفين. طبعا ممكن اخده من الجانب من هنا على اساس يعني ان انا ايه معمقش قوي، وبالمقص تبعي اقص اهو. تعالوا كده نطلع لفوق شوية، همسك كده واقص، او احدد بالطبشور بتاع القماش واقص اهو بالشكل ده. حاسه ان انا مثلا ايدي هتروح في حته تانية، على طول امسك القطعه بالشكل ده. الجانب التاني ترى طبعا كده خربت صح؟ اكيد لا. الطرفين دول كده هعمل كده، لازم الخياطه تلاقي بعضها من هنا كده اهو، ومن هنا كده اهو خيطت الجوانب زي ما انتوا شايفين اهو. طبعا انا مش هعمل اي حاجه غير ان انا هحط لها بطانه فيما بعد، ولكن دلوقتي انتوا شايفين المراحل كامله كده. التوتي باج بتاعتي اتكونت وخلاص، ليها جوانب زي ما انتوا شايفين اهو. تمام، طبعا شايفين الكرمشه دي من هنا، لكن شايفينها من هنا عامله زي المسطره. ببساطه اكويها بس، مفيش اي حاجه غير كده، وتطلع معاكي حلوه جدا. ولكن برضو وانتي بتخيطي خلي ايدك ثابته وتكون قافله كل الغرز بحيث ان هي تكون زي المسطره كده. طبعا انتوا افضل مني ان شاء الله في الموضوع ده. كان مفروض ان انتي تخيطي بلون غامق زي لون الشنطه على اساس ان انتي تخفيها والخياطه ما تبانش والكلام من ده. اخفيها ليه؟ مش مشكله خالص، الموجود عندي هستخدمه. فعملت كالاتي، جبت طاره التطريز قطعه القماشه اللي هي خاصه بالجيب وطرست عليها، وطبعا ما كانش عندي امكانيات فعملت كده، جبت ورقه وقلم عادي رسمت عليهم الورده اللي انتوا شايفينها دي، ده شكلها. وطبعا ورقه وقلم اطرز، وبعدين الورق دوبته بميه على اساس ان هو ما يشدليش الفتله. الفتله ايه هي الفتله اللي انا طرست بيها؟ هي بكره الخيط دي، يعني ما جبتش اي حاجه وما غرمتش اي حاجه، كله من البيت اهو، وحاجات بسيطه جدا. ما عندكيش طرد تطريز ترزيه على ايدك عادي، وعلى اساس ان انا اثبت شكل الرسمه وتكون زي ما انتم شايفين سميكه كده. ف كويت وراها الفازلين، الفازلين طبعا بيلزق، طبعا لسه هلزقه اكتر على اساس ان هو يكون متين يعني بالمنظر ده. وده الجيب خاص بالشنطه بتاعتي، عشان كده بقول لك الاورنج لو بان او ما بانش مش هيأثر معايا نهائي. بالمنظر ده كده طبعا جوانب الشنطه اهي، ده كده الجانب اهو، وده كده الجانب. تمام، طبعا عرض الشنطه دي انا نسيت اقول لكم ان عرضها كان 46، طولها 43 سنتي، فانت ممكن تقصري عن كده تطولي عن كده. وما تنسيش ان هنا كان متني، فانت ممكن تعمليها 46 في 46، والاطراف لما تتني طبعا بتكون مختلفه. طبعا كمان تقدروا ان انتوا تشيلوا الجيب ده خالص والقطعه تكون زي ما انتوا شايفينها كده، ونطرز على طول على الشنطه بشكل مباشر، وهتكون تحفه فنيه. نقدر نعمل عليها طباعه، نقدر نعمل عليها نجيب قماشة منقوشة ونخيطها تبقى هي الجيب، نقدر كمان نجيب قماشة تكون بلون مختلف من بنطلون تاني ونحطها، يعني مفيش اي مشكلة خالص. تقدري تجيبي مثلا الوان اكريليك وترتشي عليها كده بشكل عشوائي الوان مختلفة، تطلع معاكي كلها هنا كده كأنها مشحمة او عليها نقط كده مختلفة، تطلع جميلة جدا بأي شكل كان، هتطلع حلوة. ما تقفلوش نفسكم قوي وجربوا حاجات جديدة، صدقوني هتتفاجئوا بالنتائج وهتتفاجئوا بحالكم. زي ما انتوا شايفين ده الجيب بتاعي، من هنا بطنته زي ما انتوا شفتوا كده، بطنته في فازلين وكويته وتنيت الجيب وكل التفاصيل الحلوة دي. دلوقتي عايزة اقفل هنا،
طبعا هنا الحتة دي هي اللي هتبان، فيفضل دايما ان احنا نقفلها بشكل مخفي، مش زي هنا. هنا مش هيبان، هنا هيتخيط عليه اصلا، فعادي اطوي كده. طبعا هنا دي عشان يعني اتأكد ان هي اتخيطت كويس، وبطلع لبره وارجع تاني، بس طبعا بيكون بشكل مخفي برضو. شايفين اهم حاجة ان هي ما تبانش، يعني هي ما تكونش بارزة قوي وواضحة كده ان هي معمولة بالايد، اهم حاجة اهو. ودلوقتي هجيب الخيط تبعي اللي هو الملون ده، وهجيب الشنطة. تمام، حددت الحافة بتاعتي وكل التفاصيل الجميلة دي، وهخيط بخيط فائع. ليه بقى؟ يعني انا اتمنى ان هي تكون وجهة نظر صح، ولكن حابة ان انا ادمج الرسمة مع اللون الفائع ده، مع كمان اليد بتاعت الشنطة. فيعني مش عشان اي حاجة تاني، هي بس منظر اكتر منه شغل. وهجمع بالخيط الفائع ده الشنطة بتاعتي، طبعا هنا الجوانب اهو وهنا الجوانب، يبقى هنا في المنتصف. وهبتدي اشتغل الشنطة بتاعتي، وكل انا هعمله بس كده بالشكل ده. تمام، طبعا انا خفيت دي على اساس ان هي ما تبرسي. بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده، هبتدي اخلص كل الجوانب من هنا ومن هنا وكمان من هنا. طبعا انا معرفتش الاقي حزام الشنطة باللون الاورنج زي ما انا عاوزة، فقررت كالاتي اعمله من نفس الخامة بتاعت الشنطة. انا ما عنديش الا الكمر بتاع البنطلون مكان الزرار حتى اهو، فطبعا عايزة افك دي وافتح الكمر، لانه لو حبيت اخد من دي، طبعا دي قماش كتيرة اهي، ولكن في حاجة القطعة هتطلع بس بالطول ده، ومفيش يعني يد شنطة بالطول ده الا اذا كانت يد تمسكيها في ايديكي، وانا عايز طبعا احطها في كتافي، مش هينفع اخلي اليد سومة وفيها خط كده في النص في الكتف بتاع الشنطة. فعملت كالاتي، خدت القمر ودلوقتي بفكه اهو معاكم، هبتدي اطلع كل حاجة فيه اهو. طبعا دي مش هنرميها، هنحتاجها، ولكن اهو كل حاجة هنحتفظ بيها على جنب. دي مميزة قوي على فكرة، فطبعا مش هنرميها، هنستخدمها للشنطة نفسها من جوه. وزي ما انتوا شايفين برضو هشيل التدعيمة اللي هي كانت على التدعيمة الثانية، دي اللي بتكون ماسكة القماشة بتاعت البنطلون نفسه، هنقصها طبعا دلوقتي، مش مضطرين نوجع دماغنا يعني. وهعمل كالاتي، طبعا كل الفتل دي هتتشال مع الوقت. كل انا هعمله حاليا ان انا زي ما انتوا شايفين كده هشق الحزام ده نصين وبالراحة خالص كده، على اساس ان ما ضيعش ولا فتفوتة قماش. بعد ما شقيت بالطريقة دي، ايه الهدف اللي انا هعمله؟ كل انا هعمله دلوقتي ان انا هتني دي بالطريقة دي كده، تمام، على المكوة. وهحط لها تدعيمة منين؟ هحط لها تدعيمة من القماش ده، هقطع برضو على مقاسها بالظبط كده قبل ما تتني، هفرد دي كده واقطع على المقاس ده بالظبط كده العرض بتاعه، اوكي، وارجع اتنيهم واحط دي فوق دي وايه واخيط. طبعا دي اكتر حاجة اخدت مني وقت، الحزام بتاعت اليد. عملت قطعة قماش ووصلتها زي ما انتوا شايفين، مش فارق خالص، وخيطتها بهدوء شديد. كل انا كنت بعمله انه بدخل كده، وعلى اساس انه اعمل غرز متساوية، طبعا بكون مجمعة الاطراف بالشكل ده، وادخل تاني اعمل بالطريقة دي وارجع برضو نفس النظام. اهم حاجة ان هي تكون متساوية كده وشكلها مظبوط بالشكل ده، وافضل بقى بالاسلوب ده لحد ما اخلص القطعة اللي قدامي دي. فاخدت مني وقت لا بأس بيه بصراحة، وقت طويل، ولكن النتيجة زي ما انتم شايفين قد ايه مميزة. حزام متناسق شكله حلو، وطبعا التوصيلات دي بتكون في الجزء اللي هو على الكتف، فمش هتبان اصلا. طبعا عشان ان انا اعمل اثبت الحزام ده، زي ما انتم شايفين ظهر الحزام وشه مميز قوي، ظهره طبعا هتلاقوا فيه اختلافات شوية غرز، فعملت حركة تسمح ان الحزام يكون بالمنظر ده وكأنه متقيت على ماكينة، يكون كده من قدام
من ورا يكون مبروم كده وشكله حلو والخيط مش باين. فازاي عملتها؟ بكل بساطة ادي خيط مدموج اهو، وطبعا بيدي منظر لما يكون سميك كده، فمش مشكلة خالص ان احنا نكتر شوية في الخيط بالشكل ده كده. خلاص انا عملت عقدة، بصوا بقى ركزوا معايا، كأني بعمل ضفيرة. بصوا بطرف كده الإبرة، وكل واحدة كده بدخل فيها وألفها على الإبرة بتاعتي بالمنظر ده، تمام، وأسحب. طبعا اتكون معايا المنظر المبروم اللي انتوا شايفينه ده، وده بيديها منظر كده ورونق مختلف. كمان لو في غرز مش متاخدة زي ما انتوا شايفين اهو، عاد هو ايه، بكمل الشكل فبتطلع معايا زي ما انتوا شايفين كده بالطريقة دي كده لحد ما اخلص الحزام كله. طبعا على الجنبين بعمل الحركة دي. وتعالوا دلوقتي، طبعا احنا جمعنا الحزام ووريتكم ازاي انا نسقته وكل التفاصيل دي، ولكن يظل عندي مشكلة انه انا عملت طبعا طرف الشنطة من فوق زي ما هو ده، ما كانش محتاج خياطة، فطبعا هيكون عندي دروب في مسألة الحزام انه يركب يكون مش باين كده. ولكن هي الطريقة بسيطة جدا، جبت الجزء اللي هو بتاع قمر البنطلون واستخدمته، وزي ما قلت لكم على الانستا انا اتعلمت من فك الحاجات دي تحديدا. معلومة كمان اتعلمتها وانا بكلمكم على الموضوع ده، انه عرفت ان ده خيط ايطان، يعني ناقصين كانوا يضربوني. بصوا قلت عليه خيط رباط جزمة، معلش بعتذر ليكم بجد. هو فعليا في رباط جزم بيتباع كده، فما فيش مشكلة ابدا ان انا اقول عليه خيط رباط جزمة على فكرة. ولكن عادي، كل اللي انا عملته انه استخدمت القطعة دي زي ما هي بالرباط بتاعها او خيط الايطان، وابتديت ان انا اخيط. وطبعا احيانا يعني ممكن ان انا اطلع على بره كده وجبت خيط رمادي، هوريه لكم حاليا. مفيش داعي ابدا ان احنا ندمج الخيط ده لانه بيكون رفيع بس متين، مش بيتقطع بسهوله، مش زي بكر الخيط العادي. احاول على قد ما اقدر ان انا لما اجي من بره هنا ادخل بشكل غير ملحوظ، حتى لو الخيط بنفس اللون ونفس الدرجة وكل حاجة، ما ينفعش يكون بارز وواضح كده. وطبعا بالطريقة دي هفضل اكمل لحد ما اخلص الايطان بالقمر ده على القطعة دي كلها. وبرده نفس الطريقة هدخل الجزء بتاع اليد هنا، وهبتدي برده اقفل عليه بالطريقة دي لحد ما يكون معايا المنظر زي ما انتم شايفين كده. وبعدها هيجي دور البطانة. البطانة بقى يا حضرات مش صعبة خالص. قبل ما احط البطانة هحط حاجة واحدة بس، ودي مش اساسية ابدا، تقدري تستغني عنها تماما. انا دعمت القاعدة بتاعت الشنطة بالبورو، قطعت قطعة بس كده مستطيلة على قد القاعدة بتاعتي وثبتها زي ما انتم شايفين، على اساس يعني ان الشنطة ما تكونش كلها كده مبعججة في بعضها. وجبت الليبل بتاع البنطلون وحطيته في الجانب التاني، فهي هنا من شكل كده ومن هنا بشكل مختلف. البطانة على نفس مقاس الشنطة بالظبط وبنفس طريقة الخياطة، ورجعت بعد كده عملت المثلث بتاعي من هنا والمثلث بتاعي من هنا، ودي هركبها بعد ما نخلص كل حاجة في الشنطة. وهبتدي بالطريقة دي كده امسك البطانة بتاعتي اتنيها تمام، وهخيطها. بصوا هنا على الحافة، احتمال ان انا كمان اطلع فوق الحافة واخيطها، لسه مش متأكدة، يعني اعتقد ان انا هخيطها فوق الحافة على اساس ان انا اصلا اخد من الحافة دي واخيط. القطعة دي نفسها مش متصلة لنهاية حاجة خالص، فيفضل ان انا اخيط فوقيها على اساس ان هي اساسا ما تبانش. طبعا انا عملت الجيب وده شكله، ترى زي ما انتم شايفين شكل الجيب حلو قوي. وطبعا انا صغرت حجمه شوية بسيطة وخليت من هنا ما فيش اي خياطة،
وطبعا مع الطريقة والتبطين بتاع الجيب مفيش اي حاجة في الجيب هتبان، لا من الجانب من هنا ولا من فوق ولا اي حاجة خالص. زي ما انتوا شايفين شكلها قد ايه مميزة وحلوة. دلوقتي انا شغالة في البطانة الداخلية، جبت كمان اول كبسولة. طبعا مش هنسيب الشنطة بدون ما تكون مقفولة من الداخل، ده شيء اساسي يعني. فعلشان ان انا اركب كبسولة وتكون مش ظاهرة كده لا من بره ولا من جوه، وانا اساسا ما عملتش سيرف يركب فيه كبسولة من اصل، فهعمل حيلة بسيطة جدا، وهو انه اول حاجة كده هوازي عشان اشوف الكبسولة بتاعتي بتركب في المكان الصح او لا. هجيب حتة جلدة، هي يعني انا حطاها هي بتاعت كمر بنطلون كده بيكون فيه الجلد ده زي ما شفنا في البنطلون بتاعنا. هجيب واحدة كده تكون حتى جلد سكاي، انا شلت الجلد اللي عليها، وهي القماشة نفسها متينة كده وسميكة ومش بتمط خالص، ممكن حتة نفسها من نفس النسيج يعني عادي. هدخل كده طه، بصوا فين هنا كده، وهبتدي اخيط عليها، وطبعا هحاول ادخلها واخيط عليها عشوائي كده. طبعا البنوتة قبل كده سألتني هو انا ليه اساسا حطيت الجلدة ورجعت حطيت الكبسولة، على اساس انه ما تبنش، ده بند، البند التاني تكون فيه حاجة قوية انا اشد منها، مش بشد الكبسولة من البطانة مباشر، وده بيخلي شوية مستوى شغلي واقع. يعني ايه؟ يعني الكواليتي او الطريقة اللي انا بعتمدها هي اللي بتسمح ان الشنطة دي تقعد فترة طويلة او تكون استخدام شهرين ثلاثة وبعدين تترمي، واحنا مش بنعمل حاجة هاند ميد وبنتعب فيها كل التفاصيل اللي احنا عدينا عليها دي على اساس في الاخر نعمل شغل اي كلام وفي الاخر نروح رمينه. لا، احنا بنعمل حاجة لازم تكون جودتها مميزة على اساس ان هي تعيش وتعيش وتعيش اكتر كمان من ما احنا متوقعين. هستكمل خياطة لبس هنا بعد الحتة اللي انا حطيت عليها الجلدة دي. طبعا هخلي الابرة حاليا من لبرة كده عشان ما تتخمنيش، وتعالوا نركب الكبسولة التانية. زي ما انتوا شايفين كده ادي الشنطة هنا كده اهو، وبعمل بالكبسولة بتاعتي علامة، بفتحها كده تمام، وفي البطانة نفسها ببتدي اعمل العلامة دي كده اهو شايفين، وباجي بقى هنا بالمقص اقص حتة والتانية. بصوا ايدي من هنا ماسكة فين؟ ماسكة الجلدة والبطانة مع بعض عشان طبعا اخرمهم. انا عارفة ان المرحلة دي في ناس هتبقى جديدة عليها الحركة نفسها، بس بجد بجد بتفرق جدا في شكل الحاجة وبيكون شكلها جميل كده وشيك. واجيب القطعة اللي بتركب في الظهر، ودي مهمة على فكرة، بتفرق قوي في ثبات القطعة نفسها. مش بقفل كده، لا بقفل كده مفتوح. ليه بقى؟ اولا مش بتديلي كتلة، ثانيا بتتبطط زي ما انتوا شايفين كده، وبتكون مش بارزة خالص في الشغل، وكمان بتكون مميزة جدا زي ما انتوا شايفين اهو. شدي بقى براحتك زي ما انت عايزة، مش هيحصل اي حاجة البطانة نفسها، بل بالعكس. لكن لو عملتيها على البطانة على طول هتكون شكلها مش حلو، وكمان البطانة منك هتنسل بسهولة مهما كان نوع البطانة. مهما كان نوع البطانة هتتبهدل وتبوظ بسرعة. كل اللي انا هعمله بقى خلاص اني هخيط لحد ما اوصل للاخر، وطبعا انا خيطت فوق السيرف اللي انا قلت لكم عليه على اساس انه ما يبانش ويكون يعني مش زياده الوان، لانه خلاص هي الشنطه اساسا ما شاء الله من بره فيها تفاصيل كتيره ومن جوه مفروض تكون سيمبل وساده. فكل اللي هعمله حاليا انه هكمل خياطه للجانب هنا وبس كده، خلاص هتكون الشنطه بتاعتي خلصت. وبكده اختم معاكم فيديو النهارده، شنطه من بنطلون جينز قديم كان ممكن يترمي او يتعمل اي حاجه عاديه، ولكن عملناه توتي باج شكلها حلو فاشون فيها تفاصيل، ومش لازم ابدا نشتري قماش عشان نقدر نعمل حاجة جديدة ونبسط بيها نفسنا. طبعا الفيديوهات الجاية من التوتي باك تحديدا هتكون بقماش احنا اشترينا من قبل، وهو ده شكل القماش طبعا كلكم عارفينه وكلكم كنتوا منتظرين، ولكن الاهم والافضل ان احنا نستخدم الحاجة اللي في البيت الاول وبعدين نشوف الاقمشة والحاجات الجديدة. كده نكون خلصنا فيديو النهاردة، اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، واعملوا شير للفيديو لو حاسين ان في حد مهتم باي حاجة بنعملها على القناة. بنشتغل كروشيه تونسي، مكرمية، تريكو، وحتى الكروشيه
العادي، وكمان بنعمل حاجات صغنطوطة كده في النص. شوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، تابعوني على الفيس والانستا لو حابين، روحوا على تيك توك لو بتحبوا الحاجات السريعة. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامة، باي.